فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجمع الصلاة حال الريح أو الغبار الشديد؟ هذا ما ورد، هذا يفعلونها الآن الشباب، وهو ما ورد أنه يجمع للغبار، ما ورد هذا، لكن سمعنا أن بعضهم يجمع بيروح يقعد بالاستراحة مع ربعه، يجمع بهم حتى لو ما فيه خيال، ما فيه مطر ولا فيه، يقول فيه خيال مزبل أخاف يمطر. وبعضهم يوم جمع قالوا له ما وشلون جمعت؟ قال والله معنا شيبان ومعنا ناس يعني يحتاجون إلى الجمع، فجمع بهم رتب سيارته وراح للاستراحة. هذا ما يجوز يا إخوان، هذه خيانة للعبادة ولا يجوز هذا. نعم، تلاعب بالصلاة. نعم.